بتمويل كويتي وضع نائب وزير التربية والتعليم علي العباب حجر الأساس لمشروع مركز عائشة عبد الرحمن فخر التعليم للبنات في مديرية الوادي بمحافظة مأرب. التفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. وضع نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب ومعه وكيل المحافظة عبد الباكري حجر الأساس لمشروع المركز التعليمي المكون من مدرسة أساسية ثانوية للبنات مع شقتين سكنية ومسجد مع المحرقات والخدمات العامة بتكلفة إجمالية 600,000 ريال سعودية بتمويل وإشراف جمعية إنسان وتنفيذ مؤسسة كافل الإنسانية التنموية. أكد العباب والباكري على أهمية المشاريع المستدامة في قطاع التربية والتعليم وثمن دعم الأشقاء في دولة الكويت. مثل أخوك المحافظ الأستاذ عبد الله الباكري ندشن اليوم ونضع حجر أساس لمدرسة أساسي ثانوي للبنات في منطقة جو النسيم بتمويل جمعية إنسان الخير الكويتية وتنفيذ مؤسسة كافل أيضا الخيرية الذين نقدم لها الشكر من هذا المكان على ما يقدمون من مشاريع خيرية في هذه المحافظة. طبعا هذه المدرسة للبنات في هذه المنطقة لها رمزية كبيرة للمجتمع، أولا أنها ستستلحق كافة البنات الموجودات في هذه المنطقة من داخل البيوت إلى داخل هذه المدرسة والقضاء على محو أمية أو القضاء على أمية البنات. تم اليوم وضع حجر أساس لمدرسة أساسية 12 فصل. حقيقة هنا نسجل شكرنا للأشقاء في دولة الكويت حكومة وشعبا، وهذا المشروع تنفيذ جمعية إنسان وتمويل مؤسسة كافل الخيرية، وما في شك أننا جميعا نعلم كثيرا أن التعليم هو حجر الزاوية، وهذه المشاريع التعليمية ستؤتي ثمارها قريبا إن شاء الله، ونحن في أمس الحاجة في هذه المحافظة لإيجاد مدارس في كل مكان. القائمين على تنفيذ المشروع وأحد المواطنين تحدثوا عن مشاريع الخير الإنسانية المقدمة لقطاع التربية والتعليم. في نفس السياق تم افتتاح مسجد الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بدعم وتمويل كويتية وتنفيذ مؤسسة كافل الإنسانية التنموية. نحن في هذا المشروع نشكر دولة الكويت على عطائها السخي، ونشكر أولاد وأهل المتبرعة المنفقة الكريمة رحمها الله عز وجل، وباسمي وباسم أهل اليمن جميعا نشكر هذا الدعم السخي من دولة الكويت الشقيقة، ونشكر جمعية إنسان على اهتمامها في مجال التعليم. يتكون من مدرسة مكونة من 12 فصل دراسي وكذلك من شقتين سكنيتين، إحداها ستتبع المسجد والأخرى ستتبع إدارة المدرسة، كما يتكون أيضا من مسجد كبير 15 في 20 مع مرفقاتها دورة المياه والحوش وبقية المرفقات. المشاريع التنموية والأعمال الخيرية والإنسانية صفحات مضيئة مليئة بالعطاء الإنسانية تترجم معانيها أواصل قربة وصلة الدم بين الشعبين الشقيقين اليمني والكويتية. لقناة عدن الفضائية محمد القداسي محافظة مأرب.